المصوتون بنعم. أغلب نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون على قانون المالية 2019 بعد عرض لمختلف المواد القانونية محل التعديل ورفض اقتراحات تعديل مواد أخرى. فعلى عكس القوانين الماضية جاء هذا القانون مطمئنا ومراعيا للفئة الهشة وفق نواب أحزاب الأغلبية. القانون اللي جاء بإجراءات إيجابية تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن وكذلك حماية الطبقة الهشة من خلال الاعتمادات المالية المتضمنة للدعم الاجتماعي. قانون المالية ل 2019 ما فيش أسعار يعني الأسعار على على يعني على السلع وما شابه ذلك، ما كانش هناك رسوم، ما كانش يعني رسوم أخرى فيما يخص الاستثمار، فإذا الأسعار ما بقت في وقف يعني في هي. رؤية الأغلبية البرلمانية لا تتماشى وطرح نواب بعض الأحزاب المعارضة ممن حضرت جلسة التصويت. نفس سياسة التقشف اللي انتهجتها الحكومة منذ 2015 ما زلنا فيها، ولو هذه المرة ما سجلناش رسوم زيادات في الرسوم جديدة أو وتم رفع التجميد على بعض المشاريع، ولكن ما كانش خلق مناصب الشغل بالكيفية بالكم لازم. قررنا التصويت بلا، وذلك العديد من الأسباب والمبررات. أولا هذا القانون يأتي في سياق القوانين المتعاقبة السابقة بما تحمله من تلك المخاطر والزيادات والتأثيرات السلبية خاصة على الجبهة الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطن. قانون المالية 2019 ورغم خلوه من أي ضرائب أو رسوم فقد أثرى النقاش بين النواب، هذا ما جعل القانون محل تثمين الحكومة. قانون يحث على طبعا ترقية الاستثمار، يحث على السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية. مشروع قانون المالية 2019 شهد مناقشات شملت مسائل متعددة ليبقى المجال الاجتماعي أهم ما يميز هذا القانون.